يا صباح الخير عن جديد لكم مشاهدينا. هلا رح نبدا باول فقراتنا لليوم وهي الفقره الطبيه، مشكله العقم او مشكله التاخر بالانجاب. طبعا هي من المشاكل اللي بتاثر كثير اذى نفسي عند الرجل او المراه، لكن اليوم تعددت التقنيات والحلول لهي المشكله. اليوم رح نسلط الضوء على مفهوم طفل الانبوب وايضا تجميد البويضات، رح نحكي شو هو الاجراء وشو هي الطرق المتبعه مع ضيفنا اللي صار معنا بالاستديو دكتور شادي خلوف، اختصاصي بالامراض النسائيه والجراحه العامه ومعالجه العقم. يسعد صباحك دكتور واهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. هلا. تفضل دكتور. يعني موضوع طبي جدا مهم، ويمكن حكينا قبل الهواء انه هو منتشر بالسنوات الاخيره. خلينا بدايه قبل ما نفوت بتفاصيل هذا الموضوع نتعرف من حضرتك شو بنقصد اليوم بتجميد البويضات، هل هو بناسب كل السيدات والصبايا؟ كيف بيتم؟ هلا تجميد البويضات هو شيء صار جديد متوفر ببلدنا، لانه الاوساط اللي نحن مضطرين نجمد فيها هدول البويضات صارت متوفرة، ولكن تجميد البويضات هو تقنية أو هو إحدى تقنيات طفل الأنبوب، وبالتالي هو الشيء يلي بيستعملوه صبايا أو السيدات اللي هن هلأ مناوين يصير عندهم إنجاب أو سن زواج متأخر، فبالتالي الرغبة بالإنجاب رح تكون متأخرة، فالأفضل إنه إحنا نجمد البيوض لنأمن عليهم حتى ما نخسرهم. فلما منجمد هدول البيوض امتى ما رغبنا بانه يصير في انجاب، ممكن يكون البيوض راحوا بس احنا مجمدين، يعني احنا حاطين ريزيرف على جنب، وبالتالي ممكن نعمل عمليه الالقاح والحصول على اجنه وعمليه الارجاع لقلب الرحم، وهيك بنكون حصلنا على جنين او حصلنا على انجاب. يعني تجميد البيوض هي نصف تقنيه طفل الانبوب مع الاحتفاظ بالأجنة اللي هي نفسها كانت سابقاً ينعمل تجميد للنطاف. تجميد نطاف قديم وموجود، اللي هو كمان أنه الرجل لمشكلة ما بده يتناول أدوية، بده يصير معه يعني أي شيء يمنع أنه هو يصير عنده إنجاب حالياً أو ممكن يأثر على قدرة الإنجابية، فبينعمل تجميد للنطاف، هيك ممكن حافظنا على القدرة الإنجابية عنده أمتى ما كان. تمام دكتور، خلينا نحكي بشكل موسع عن الإجراءات المتبعة اليوم لهي الآلية، وهل لها سلبيات مع يعني مع التقدم بالعمر أو مع الأيام سواء للذكر أو للأنثى؟ هلا هي مع إذا عم نحكي مع سلبيات مع تقدم بالعمر، السلبيات هي إنه نحن رح نخسر جزء من هدول البيوض، أو تمام. حتى اللي بدهم ينجمدوا النطاف جزء من هدول ممكن نخسر جزء من القدرة، وبالتالي يعني احنا بنقول دائما انه للصبايا اللي ممكن يكون في مشروع زواج ولكن هذا المشروع ممكن يتاخر، وبالتالي الانجاب يتاخر، اذا قدرانين يعملوا او يحافظوا على هذا المخزون فهو بيكون افضل. او سيدات عندهم امراض مزمنه، صبايا عندهم امراض مزمنه، عندهم قصور كلوي، رح يتعرضوا اكتشفوا انه هن عمره مثلا صبيه 37 صار في مشكله مثلا سرطان ثدي، بدها تاخذ معالجات، هالمعالجات ممكن تاثر على مخزون البيوض. تمام. فبالتالي نحن ممكن نجمد هاي البيوض وبعدين نعمل كل المعالجات تبعنا، ونرجع بعدين بس خلص كل العلاج نعمل القاح لهدول البويضات ونحصل على اجنه ونتم الارجاع لقلب الرحم، وهيك بنكون حافظنا على الوظيفة الإنجابية، ما خسرناها بسبب المعالجات أو الأمراض أو تأخر الإنجاب لأي سبب كان. يعني. تمام. طيب دكتور، يعني شو الأسباب اليوم اللي بتدفع أي سيدة أو صبية لحتى تلجأ لتجميد البويضات؟ هلأ الأسباب اللي بتخليهم هي الأسباب نفسها اللي ما خلتهم يا أما يتزوجوا بعمر أبكر، يا أما ما يكون عندهم رغبة بالإنجاب بعمر أصغر، أو أسباب طبية مثل ما قلت اللي عندهم امراض مزمنه، مشاكل طبيه، تعرضوا لمعالجه شعاعيه، المعالجه كيماويه، ما في رغبه هلا بالانجاب، متزوجات ولكن هن مخططين للانجاب بعد 5 سنين. طيب 5 سنين صارت بعمر انجابيه متقدم، هل راح نخسر وظيفه المبيض؟ راح نخسر كميه البيوض؟ طب انا بدل ما اخسرهم ويكون عندي افقد فرصتي بالانجاب، لا انا باخذهم بحافظ عليهم بجمدهم، وبالتالي امتى ما حبيت استفيد منهم فهي يعني الميزه متوفره.
لكن اليوم دكتور في كثير تساؤلات من الصبايا، يعني مثل ما ذكرت حضرتك انه الصبايا العازبات فيهم يعملوا هاي موضوع التجميد في حال بدهم يتاخروا بموضوع الزواج، هل هذا ممكن ياثر عليهم مع الايام القادمه مثلا او ممكن يعمل لهم اي تاثيرات على الرحم؟ هلا نحن لحتى نقدر نجمد البيوض نحن بنعمل نفس التكنيك بنعمله بطفل الانبوب، ولكن يتم سحب البيوض عن طريق البطن اما بالتنظير او بالبزل عن طريق البطن. التاثيرات لا هي التاثيرات نفسها ممكن اذا نحن بدنا نعمل طفل انبوب هي نفسها اللي هي انه اذا في حدا عنده مشكله سرطانيه كسرطانات انثويه، يعني صبيه عندها مشكله اي نوع من انواع سرطانات التناسليه او سرطان الثدي اكيد ما فينا نعطيها تحريض، فبالتالي هدول مستبعدين اصلا من كل هذا البروسيجر من كل هذا الاجراء. اما صبايا يعني صحتهم منيحة ما عندهم مشاكل ما في تأثيرات سلبية، هو نفس البروتوكول بينعمل بطفل أنبوب، يعني نحن بنعطيه تحريض بطريقة معينة لمدة 10 أو 12 يوم، بعدها بس يصيروا جريبات بحجم كويس بنعطيهم إبر الإنضاج، بعدها بيتم سحب البيوض تحت التخدير العام، هون بنوقف نحن بعملية طفل الأنبوب بنكمل، بعد ما نسحب البيوض بنلقحهم بالنطاف نحصل على أجنة من رجعون. أما لما بيكون في رغبة بالتجميد فنحن بنوقف عن سحب البيوض، نأخذ البويضات اللي هن بنوعية جيدة وبنحطهم بسائل التجميد حتى هالصبية أو هالسيدة ترغب بالإنجاب، بعدها بنكفي الجزء الثاني من العملية. فإذا تأثيرات سلبية ما فينا نقول إنه عندنا تأثيرات سلبية، بالعكس أنا برأيي هو التأثير الإيجابي الأهم هو المحافظة على قدرة الإنجاب لما بيكون في الرغبة، لأنه أحيانا نحن بيكون عندنا الرغبة وما عندنا القدرة، بس المشكلة لما بيكون كمان عندنا قدرة وما عندنا رغبة، فبالتالي نحن لما بصيروا التنتين متوفرين القدرة والرغبة نحن بنكون محافظين على هالبيوض هاي ما بنكون خسرناهم، مثل ما عم نشوف صبايا كثير بأعمار يعني مبكرة بالأواخر العشرينات بأوائل الثلاثينات عم نشوف مخزون بيوض متدني جدا، وبالتالي شو السبب دكتور؟ هلا يعني اكيد الستريس الحالي له دور، اكيد النظام الغذائي اللي نحن عايشينه والطريقه اللي عايشين فيها له دور، يعني نوعيه الحياه اللي صارت فيها اكيد عم يكون له تاثير، كم الادويه اللي عم يتاخذ كله هذا عم يكون ممكن يكون عم يكون مؤثر، ما في شيء مثبت ليش احنا عم يصير معنا هيك، ولكن بالملاحظه انه نحن بالعشر سنين الاخرانيات كثير صار عندنا مشكله خساره مخزون بيوض مبكره وقصور مبيض مبكر، فانا لحتى يعني اتجنب هاي وبنفس الوقت صار في عندنا تاخر بسن الزواج صحيح. فبمعنى انه انا اذا في كميه او نسبه منيحه من الصبايا عم يتزوجوا بعد ال 30 او ال 35 فانا بدي عم بخسر جزء من القدره الانجابيه، لحافظ عليه بخبي البيوض وهيك بكون انا القدره الانجابيه بتضل موجوده فتره طويله. طيب خلينا هيك نوضح ونعطي تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع، خلينا نوضح العمر المناسب اليوم للسيده او الصبيه لاجراء هي العمليه، دكتور بنسمع انه لازم تكون بعمر صغير ان كان بالعشرين بالثلاثين، خلينا نوضح العمر المناسب. هلا انا اذا قلت العمر المناسب هو العشرين ما راح تجي صبيه عمرها 20 سنه وتفكر تعمل يعني مخزون بيوض، لا عندها هسه النضج الفكري والوعي وراح تضل تقول انه انا لساتني صبيه صغيره، يمكن العمر المناسب هو الصبايا اللي تجاوزوا 30 وشايفين انه هن مخطط الزواج تبعهم يعني متاخر شوي وبيهمهم هذا الموضوع، يعني بنفس الوقت انه في رغبه بانه انا يعني حافظ على هي الوظيفه الانجابيه، فهذا الزمن بيكون مناسب جدا لانه كل ما كان مخزون بيوض افضل انا بحصل على نوعيه بيوض اكثر احسن وعلى عدد بيوض اكثر، وبالتالي انا الفرصه بتكون افضل. اما لما انا بكون عم روح بدي اعمل تجميد بيوض بعمر 43 انا اصلا خسرت جزء كبير من الوظيفه وجزء كبير من مخزون البيوض، وصار اصلا عدد البيوض اللي ممكن يطلع عندي اصلا قليل، وبالتالي الفرصه صارت يعني يفترض من قبل ال40 كل ما كان، يعني عم بحكي يمكن الثلاثينات هو الفتره اللي يمكن الصبيه تبلش تفكر فيها وهي الفتره المناسبه قبل ما بلش الخساره تزيد اكثر، رغم انه نحن عم نشوف مخزون بيوض قليل
بشكل مهم عن صبايا اقل من 30 سنه، عن 27 28 و29، وبين قوسين هون التحليل اللي هو نحن بنقدر عن طريقه نعرف مخزون بيوت اللي هو الاي ام اش ما بيصير ينعمل قبل سنه 23. يعني انا بجيني مريضات عاملين وعمرها 19 وعمرها 20، الارقام بتطلع هي كلها ارقام وهمية كاذبة ما لها مزبوطة. تحت سنة 23 ما بينعمل هذا التحليل، وبالتالي ما فيني استقصي اصلا اذا في نقص ولا لا. بس لموضوع تجميد البيوض، يمكن الصبايا اللي صاروا بالثلاثينات بل بيصيروا عندهم وعي اكثر، يفكروا بمستقبل الانجابي، سن الزواج، امتى بدنا نتزوج، المخطط هذا كلياته يعني بصير موجود عندهم بالفكر اصلا. تمام دكتور، ذكرنا من شوي انه احيانا من عوامل التاخر بالانجاب ممكن يكون التاخر بالزواج انه بسن متاخر، لكن كثير متداول او الناس بتحكي انه كمان الزواج بسن مبكر هو احد اسباب العقم او التاخر بالانجاب، شو صحه هاي المقوله؟ لا هلا يعني الزواج المبكر اذا كنا عم نحكي عن 13 و14 فيمكن اصلا المبيضين غير ناضجين اسا لدرجه يعملوا انجاب، فهون هو هي هون المشكله. ونحن ما كنا نحكي بالزمان وحكينا كثير بالاعلام على زواج القاصرات، كان هذا احد الاسباب اللي هو عم تتعرض هالبنت او هالصبيه الصغيره ل يعني عنف هرموني وعلى شيء جسمه هسه مو قادر يلبي. تمام. وبالتالي هالمبيضين ما صاروا ناضجين هسه لدرجه يعملوا اباضه وبالتالي يعملوا بيوض ويصير في عمليه الانجاب. فمو سن الزواج المبكر هو سبب من اسباب العقم، ولكن هو هسه الجسم ما بلش يعطي يعني يكون قادر على الانجاب، بس نحن عم نجي نفرض عليه بزمن هو غير جاهز فيه، ويمكن نبلش معالجات وهذا كله بالاخير رح يؤدي الى اذيه ما على السلسله الهرمونيه وبالتالي على الانجاب. فلذلك لا، نحن الافضل ننتظر ليكون في الجسم صار في اباضه طبيعيه، وهون بظن ما رح يكون في مشكله الا اذا في شيء اسباب اخرى تمنع من الانجاب عند سواء عند الذكر او عند الانثى. طيب خلينا نحكي عن نسبة نجاح العملية تجميد البويضات، هل هي عملية مؤلمة؟ خلينا نوضح أكثر تفاصيل عن العملية. هلا ألم بالعملية ما في، نحن عم ناخذ مثل ما حكيت على أيام متسلسلة إبر تحريض، بعدها تحت التخدير العام لمدة 5 إلى 10 دقائق يتم سحب البيوض، بعدها يعني بعد تحت التخدير العام ولكن هو تنيم يعني ما له تخدير عام، ما له عمل جراحي كبير، لمده صغيره بعد الصبيه ب 10 ل 15 دقيقه بتصحى من التخدير وبتروح بتتابع عملها، وبالتالي ما في اي اذيه، ما في طبعا لما تكون يعني الاجراء نحن كنا عم نحكي عن اجراء بعياده خبيره وليس ايا كان، فما فيه اذيه، ما فيه ازعاج، ما فيه الام. نسبة النجاح لتجميد البيوض عالية جدا لما بنكون نحن عاملين بروتوكول مناسب لوضع هالصبية، يعني صبية عندها مشكلة إباضة ومبيض عدة كيسات، بروتوكول غير صبية ما عندها هدول المشاكل، وبالتالي أنا حتى أحصل على أكبر كمية بيوض بأحسن نوعية. أنا إذا حصلت على 10 بيوض لكن نوعية سيئة ما بستفيد شيء. أنا بدي أحصل على يعني حقق معادلة العدد الجيد جدا بالنوعيه الجيده جدا لحتى اقدم الخدمه اللي هي هالصبيه بدها اياها، هي بدها تجمد البيوض لحتى يكون عندها الفرصه كبيره، فانا كل ما اخذت بيوض اكثر بنوعيه احسن. في عدد معين دكتور موجودة. عدد معين للبيوضات؟ لا، العدد هو اللي بينتجه الجسم، بل الجسم رح ينتج بناء على بروتوكول الطبي اللي احنا عاملينه والدواء اللي احنا عاملينه لحتى والجسم بيستجيب له، وكل ما كان المخزون افضل كل ما كان رح يعطينا بيوض اكثر. قديش المده للتجميد يعني كم سنه بدوم تقريبا دكتور؟ هلا يعني احنا بنقول السنتين الاوائل هن الافضل، لحد الخمس سنين هو النتائج بتكون جيده جدا. فيعني يلي حد اللي عم يعمل اليوم معه سنتين كثير مناح، معه خمس سنين كمان مناح، وبالتالي يعني هو قدران يخطط لسنتين او لخمس سنين، فهذا شيء كويس جدا، وبالتالي اي مشكله هو عنده اياها خلال هالفتره راح يكون تجاوزها وراح يكون قدران
وقدراني هي السيده ان هي ترجع تفكر بالانجاب، وبما انه البيوض موجودين فالشيء بيكون متاح افضل بشكل افضل يعني. تمام. وبالنسبه للاجراءات الصحيه او الارشادات يلي لازم تتبعونها السيده بعد العمليه، شو فينا ننصح دكتور؟ هلا بعد العملية ما في إجراء يعني ما في شيء لازم تعمله، مثل قلت لك هي بتعمل الإجراء وبعدها بتروح على البيت بشكل طبيعي جدا أو بترجع لعملها بشكل طبيعي. ولكن أنا بس بدي أحكي عن النقطة اللي هي أي صبية فوق 30 في رغبة بالزواج أو في مشروع زواج، خلينا نشيك على الوضع الهرموني للمبيضين ونشيك على مخزون البيوض حتى ما نتفاجأ بانه نحن تزوجنا اليوم ما بدنا اولاد لخمس سنين، طلشنا خمس سنين، بعد خمس سنين اجينا عملنا تحاليل لقينا الوضع صار صعب. فلا، خلينا لما بدنا نتزوج او نخطط نعمل الشيء اللي لازم نعمله لنعرف نحن باي مرحله هرمونيه، شو القدره الانجابيه الحاليه، لنخطط مع الطبيب هل نحن بحاجه لشيء ولا لا، لانه كثير ناس طلبنا لهم هذا الشيء وتفاجئوا بانه مخزون البيوض او في مشكله بالنطاف وبالتالي بحاجه لمعالجه، وبالتالي اللي هن مخططين انه يعملوه بعد سنتين لازم يعملوه اليوم، لانه اذا نطروا سنتين او ثلاثه او اربعه راح يكون يمكن خسروا هالقدره. تمام دكتور. اذا بدنا نحكي عن صعوبات هي الاليه باعتبار انه معنا زمان كثير عندنا بسوريا، اليوم كتكلفه من الناحيه الماديه بتقدر اي صبيه تعملها ام هي ممكن تكون مكلفه زياده؟ هلا اذا بنحكي عن الكلفه بالنسبه للدول المجاوره نحن يمكن نكون الارخص بين كل الدول المجاوره، ولكن هو الموضوع اكيد فيه كلفه، فيه كميه ادويه كبيره، فيه كلفه الاجراء، ولكن برجع بقول لك نسبه ل رغبة الإنجاب أو خسارة هالقدرة الإنجابية بظن تطلع الكلفة هي يعني صغيرة، بس صحيح. طبعا كل حدا حسب يعني قدرته المادية، بس يلي قدران يعني يلبي هاي التكلفة يمكن يكون منيحة. الحصول أو المحافظة على الإنجاب هو أغلى بكثير من أي كلفة ممكن تكون موجودة. في ناس بيضلوا سنوات طويلة عم يتعالجوا الرجل والمرأة أو عم يحطوا، ما نحن الهدف حتى نوفر هاي السنوات أنه أنا حتى ما أوصل لنقطة يعني أنت مثل عم تعملي وقاية من أي مرض تاخدي له دواء قبل، أنت عم تخبي البيوض لحتى أو النطاف لحتى أنت ما تخسريهم بعدين وبالتالي تخسري القدرة الإنجابية. طيب دكتور، بنسمع كثير عن مصطلح طبي تجميد الجنين، هو نفسه تجميد البويضة؟ هو التجميد الحقيقة هو بلش بتجميد النطاف وتجميد الأجنة ومن ثم صار لتجميد البيوض. طبعا تجميد الأجنة لأنه إحنا أحيانا بعملية طفل الأنبوب ممكن يطلع عنا ست أجنة أو أكثر، فنحن بنرجع جزء وممكن نخبي جزء ثاني إذا سواء فشلت العملية الأولى أو نجحت وبدنا نعيد العملية حتى ما نرجع نعيد الـ يعني الإجراء من أوله، وبالتالي بتكون كلفة أقل والإجراء أسهل، هو فقط موضوع إرجاع الأجنة المجمدة. فالحقيقة هالقصة اللي هي التجميد كثير وفرت مشاكل وحتى كلفة وحافظت على الرغبة بالإنجاب وتحقق لكل الأزواج الشيء اللي هن بيحبوا يعملوه واللي هو الإنجاب أكيد يعني. تماما. حتى مرحلة العلاج الطويلة مو بس مكلفة ماديا، حتى فيها تعب جسد نفسي ونفسي وإرهاق نفسي حتى. تماما دكتور. بدنا هيك نصحح مقولة دائما الشائعات أو الناس المتداول وقت بيحكوا عن طفل الأنبوب، في كتير أشخاص ما بيحببوا أو بيقولوا أنه الجنين طفل الأنبوب بيكون مختلف عن الجنين الطبيعي، خلينا نصحح هاي المقولة. لا، جنين طفل الأنبوب هو جنين طبيعي 100%، هو جنين بيشبه الجنين العادي وجنين ملقح، ولكن ملقح خارج الجسم. لا، يمكن نحن فينا حتى الجنين طفل الأنبوب نحن نشوفه مجهريا، نحلل كروموزوماته، نعرف إذا في مشاكل صحية مقبلة نتجنبها، وبالتالي لا، جنين طفل الأنبوب هو جنين صحيح وسليم 100%. ومجرد ما نحن رجعنا الجنين أو الأجنة الملقحة لرحم الأم فالرحم الحمل صار حمل عادي، ما نو حمل إنه إذا حمل طفل أنبوب فلازم ست تسطح ست تسعة أشهر، لا، إلا إذا في سبب طبي. فلا، هي العملية آمنة موجودة ببلدنا، صارت وبشكل بنسب نجاح ممتازة جدا بالنسبة ل يعني الدول المجاورة. فنحن بنشجع يلي هو محتاج لهذا التقنية لا يسأل عنا
يستفيد منها، لانه هذا الشيء رح يوفر مشاكل كثير مستقبليه. اكيد بالختام معلومات طبيه جدا مهمه. بدنا نشكرك كثير الدكتور شادي خلوف، اختصاصي بالامراض النسائيه والجراحه ومعالجه العقم. اهلا وسهلا فيك دكتور. شكرا لك دكتور، شكرا على المعلومات اللي قدمتها، يعطيك العافيه.